مسعود الغربي رئيس جمعية المهرجان الصيفي بالمنيهلة ومدير الدورة 31 المهرجان الصيفي بالمنيهلة. مهرجان الصيفي دورة 31 بالمنيهلة اليوم احكي لي شوية القبيل واعطيني معناتها اللمحة على البرنامج الكل. والله المهرجان الصيفي بالمنيهلة السنة حاولنا انه معناها يكون دورة استثنائية معناتها من الافتتاح للاختتام. كان بالعروض اي خاصة من محتوى العروض كان الافتتاح دولي بفرقة فرقة الشبابية للفنون الشعبية العراقية من وزارة الشباب العراقي، والاختتام سيكون بعرض تونسي جزائري لإعطاء قيمة أكثر أو محتوى ثقافي أكثر للمهرجان. عروض المهرجان احنا توا في منتصف المهرجان، كانت برمجة معناها معناتها تستجيب لمبدئيا معناتها لانتباعات الجمهور واهالي المنيهله. كان الافتتاح بعرض عراقي، العرض الثاني كان للفنان انيس الخماسي، العرض الثالث كان لمسرحيه يوميات مجنون. اليوم عندنا عرض الحضرة العربي، غدوه ان شاء الله عندنا عرض مسرب الهطايا للفنان نضال اليحيوي، بعد غدوه عندنا مسرحيه كوميديه لحسين القاسمي، يوم السبت ان شاء الله عندنا عرض للفنان بلال بوحبل ومرام بوحبل، والاختتام سيكون بفرقه محفل المنيهله فرقه الفنون الشعبيه التونسيه الجزائري. تتخلل هذه البرمجه بعض العروض الاخرى في العمادات الداخليه كما صنهاجي وحي البساتين والمنيهله العليا وعروض مسرحيه بدار الثقافه المنيهل. كان البارح عندنا مسرح عرض فنون شعبيه وفروسيه شعبيه بصنهاجي، غدوه ان شاء الله عندنا عرض في المنيهله العليا للفنون الشعبيه والفروسيه، ويوم الاحد كيف كيف عندنا عرض بالبساتين. وبدات العروض في دار الثقافه، غدوه ان شاء الله زاد عندنا عرض للاطفال 5 تاع العشيه لمجموعة عرض سليمة واللقلق لفرقة للمركز الفنون الدرامية والركحية بباجة. اسم السيفة تفضل. حاتم الواتي، أمين مال جمعية المهرجان الصيفي بالمنيهلة ومن منظم الهيئة المديرة لجمعية المهرجان. تفضل. اليوم متواجدين في مهرجان المنيهلة الصيفي، احكي لي شوية اليوم كبروجرام، احكي لي شوية كإقبال كيفاش اليوم، انطباعات المواطنين، انطباعات الجهة اليوم على مهرجان المنيهلة الصيفي. مهرجان المنيهلة هو معناه باش نكونوا واضحين مهرجان عريق في دورة ال 31 ودور 31 سنة. نبدأ نحكيه على البرنامج. البرنامج معناها سعينا فيه من بداية ماي احنا والهيئة المديرة
للمهرجان وتضافر جميع الجهود، حطينا برنامج معناه يتماشى حسب الاذواق نتاع المنطقه، حكم انها منطقه شعبيه واحد كل شيء. ليلة محمد رسول الله، الافتتاح كان بعرض دولي، اول مره في المين يكون عندنا عرض دولي من العراق. اليوم الاول، اليوم الثاني كان عرض لانيس الخماسي، حفلها معناها مع الجمهور، كان اقبال معناها طيب في العرض معناها اليوم الافتتاح والعرض الثاني كيف كيف، اقبال طيب من جماهير المنيله، وهذاك معناها الهدف الاساسي هو نتاعنا، ان العباد خليها تشيخ وتعمل جو معناها، فهمت؟ اليوم الثالث كان معناها عندنا راحه، النهار الاربعاء اللي هو البارح كان عندنا عرض فروسيه في منطقه صنيجي المهله، هذه معناها في نطاق معناها اللامركزيه. فهمتني في الدعم من وزارة الثقافة، من نبعدوا على المركزية، حابين نمسوا جميع عمادات المنطقة في المنيهلة. مهدي البحري المؤلف والموزع لعرض الحضر العربي. هاي العرض الحضر العربي هو انتاج وفكره لاسعد الحداد، وموسيقى وتوزيع وتاليف المهدي البحري. تعطينا لمحه صغيره بس على العرض اليوم. عرض الحضر العربي هو الفكره سيتي معناتها انك تعمل حاجه ديفيرونت على الموجود. فيولي معناتها العروض كثيره. دونك انك باش تخلق عرض ماهوش موجود هو اللي كان صعيب. كفكره ماهيش صعيبه، لكن كتطبيق كان صعيب. دونك العمل عنده الفكره عندها عامين ملي طرحت، والعمل بدا عنده عام. عملنا لافون بريمير نتاعنا في 17 ديسمبر 2022، ومن وقتها بدا العمل بالعروض في ابن رشيق، في المسرح البلدي، في بلاريجيا مؤخرا، واليوم هنا في المنيله. العرض هو عبارة على الفكرة نتاعو ديكور يوحي بنا للمدينة العربي، للدار العربي قبل، خاطر في الأصل العرض كان اسمه حضرة الدار العربي. دونك الديكور تشوف سيرسين معناتها كاين قاعد فوز دار عربي، مع الإضاءة، مع الرقص، مع اللوحات نتاع الرقص موجودة، كأنه عرض أما في وسط دار عربي. الموسيقى توا الموسيقى اخترنا انه يكون العرض ذايا انتاج خاص، ماهوش جبنا اغاني المتداولة عاودنا لهم دي زارونجمون جدد وقلنا نخدموا، لا، العرض فيه 60% انتاج خاص، واللي هذايا انا ما ريتوش بصراحه عند العروض الاخرى. دونك وقتاش نحن نقولوا نحن درجه النجاح نتاعنا؟ بعد ما نخدموا كل عرض نلقاو الناس معناتها الانتباع نفس الانتباع، حاجه جديده اللي يسمع شي يقول لك حاجه جديده، حاجه ما سمعناهاش قبل، وهذاك الاوبجيكتيف نتاعنا. دونك بالنسبه لنا احنا اوبجيكتيف الي ان بو اتان. احنا كما نعرفوا معناتها موجودين في حومه شعبيه المنيهله، معناتها من اكبر حومه شعبيه اللي عندنا في تونس، معناتها هوني معناتها تختلف ديما المنطقه على منطقه، معناتها هذا حاطينه انتم في عين الاعتبار ولا؟ باهي نحن واش نقول لك؟ لا واش نقول لك؟ بالطبيعه حاطينه في عين الاعتبار. نحن كي مشينا للبلاريجيا عملنا غنايه جديده في بلاريجيا البلاريجيا، خاطر في الشمال الغربي عندهم دي ريتم معينين يلزمك تمسهم.
كي عملناو خدمه عرض مع جروب اخرى كي مشينا لجابس تخدمنا من الموازين تاع جابس ما نستحضروش رب عليه الاسم. دونك اليوم كي باش تخدم هنا دونك في تونس العاصمه ثم موازين خاصه اللي تنجح في تونس العاصمه وثم ديريت معينين اللي يقبلون في تونس العاصمه. دونك اوتوماتيكمون زاد كي باش تمشي لبلاصه اخرى لازمك تمثلهم زاد الانماط نتاعهم الموسيقى نتاعهم ما فيها باس معناتها كي تخمم فيها معناتها مش في غير منا حتى شيء نحن بالطبيعه نحن شوف ديما الاوبجيكتيف نتاعنا انه الناس تجي فرحانه وتروح فرحانه اكثر. ونحن نحاولوا ديما بالموزيكا اللي نقدموا فيها بالعرض اللي نقدموا فيه ككل رانا قاعدين نقدموا في حاجه جديده وحاجه مختلفه عن الناس وهذه بشهاده الناس كله بشهاده حتى السيد وزير الثقافه زرتنا اخر مره في عرض بالريجة كان هذا الانتباع معناتها قالت حاجه اول مره راها. دونك نحن مانيش متوقعين ان شاء الله اليوم باذن الله اللي الناس باش تعجبهم العرض وباش تعجبهم اللي باش نقدموه ان شاء الله.